مشاهدينا هذا 48 hour film project هي مسابقة بتضم 5000 فريق إخراجي من حول العالم لإنجاز فيلم خلال 48 ساعة. أنطوان ريمي شارك بهالمسابقة، فاز مع فريقه وتأهلوا لكان، وهو موجود معنا لحتى نحكي عن هذا الإنجاز. أهلا وسهلا فيك أنطوان. أنطوان بدنا نذكر حضرتك حفيد المخرج الراحل أنطوان ريمي والراحلة هند أبي اللمع. نحن بنعرفك بالتمثيل أكثر شيء، هلا بدنا نحكي عن هالجائزة وبال إخراج. إمتى صارت المنافسة ووين؟ هي أول مرحلة من المنافسة صارت هون ببيروت، شارك فيها حوالي 8 فرق وربحنا نحن تبع بيروت. بعدين المسابقة العالمية صارت بأورلاندو هلأ بشهر أذار، وشارك فيها 125 رابح من جميع مدن العالم. وهيدي المسابقة هي اللي نقوا فيها 10 أفلام، وهول العشر أفلام هلأ رح ينعرضوا بكان. شو حلو هالإنجاز. أول شيء ألف مبروك. هلأ أنا بدور عم بقول لك إياها، إذا فيك ترجع تخبرنا كيف بلشت الأمور، يعني كيف لحتى بلغوكم أي نوع فيلم لازم تشتغلوا عليه، كيف صارت كل هالتفاصيل؟ هي المسابقة بتبلش جمعة بالليل، بيروحوا كل الفرق، بنسحب جانر، كل فريق بيسحب جانر لفيلم تبعه، وبيعطونا ثلاثة ألمنتس بينفردوا علينا لازم نحطهم بالفيلم، يعني شخصية، غرض، وجملة حوار. ومعنا يعني للأحد بالليل لنسلمهم فيلم قصير خالص. الموضوع يعني هن بيختاروه ولا؟ هن بيختاروا الجانر، العناصر أو النوع. نعم، نحن طلعنا مثلا فيلم دو فام وجنريشن جاب، وضمن هول الجانر بدنا نعمل القصة، كتيبة ونلاقي اللوكيشنز والممثلين ونصور ومونتاج وكل شيء كله مع الموسيقى. هالوقت القصير قد ايه صعبة هالمهمة؟ ذكرت انه كم شخص انتو؟ نحن كنا قليل، كنا فريق كتير صغير، لأنه هيك فتناها، يعني ما كنا ابدا متوقعين نوصل لهون، فتناها كنا شي 8 أشخاص تقريبا، جروب أصحاب يعني مش أكثر من هيك. كنتوا مش أخذين كتير على محمل الجد ولا؟ أبدا أبدا وصلنا لهالنتيجة؟ يعني عملناها عن جد هيك، ما كنا حتى تأجرين معدة تصوير، صورنا يعني بكاملة الفئة وكتبنا الفيلم، قصدنا إنه يكون خارجي كرمال تمن عوز حتى إضاءة ولا شيء. يعني إذا كانت هالقد عفوية وصلنا لهون، خلينا نشوف مشاهد من الفيديو. بروح الضوء. بدك نرجع؟ لا، بعد في مطرح لازم نشوفه. تمسكي لي ايدك. هونيك. هونيك شو؟ هيدا مطرحنا. كنت تحسي مسرحك وترقصي. يلا. شو كنت صغيرة هلا كبرت؟ لا، خليني اخذ اخر صورة. من 40 ساعة بس، والواضح قدال نتيجة كتير حلوة. كنت عم تقول إنه فريقكم كتير صغير، كيف قسمتوا الأدوار، الإخراج، الكتابة، كل هول الأمور؟ أنا كنت مستلم كتابة وإخراج، وفي رفيقي هو مصور اسمه شادي أندراو استلم كل شيء تصوير وإضاءة، وفي رفيقتي اسمها غنوال ما استلمت كل شيء بوست برودكشن مونتاج، و عطيونا مثلا في ذا فيلم هاوس عطيونا الشركة تبعهم للمنتج فيها هيك يعني. وكل حدا بعد، في عندي جروب اصحاب، يعني كل حدا استلم شغله وسهلت الامور. سهلت. أطوان فيلمك القصير عنوانه اخر صوره، وشاركت فيه الممثله رندا، رندا كعدي، الى جانب بنتها كمان شفنا هلا بنتها كمان. ليه اخر صوره وليه الممثله رندا كعدي؟ هي قصه الفيلم القصير عن مره عم تخسر نظرها، وبتاخد بنتها على مشوار أخير على محل كانوا يروحوا عليه هي وتاخدها عليه هي وصغيرة، وتتشوفها آخر مرة بهيدا المحل وتخلي هول الصور براسها قبل ما تعمى. ليه مدام رندا كعدي؟ لأنه ما في ممثلة مثل رندا كعدي بلبنان، وما في حدا كان حيقدر يعطي لهيدا الدور قيمته.
فعلا انه ما اخذناها لانه اضطرينا. انا دقيت لها لمدام رندا الساعه 11 بالليل نهار جمعه لانه احنا ما بنكون عارفين قبل بوقت شو القصه. قلت لها انه كتبنا شيء هلا وما رح اعمله الا اذا انت بتجي. وهي ما بتقول لا. وهي ما بتقول لا. فعلا تحيتنا لها للست رندا. قاعده حسينا الصوره وكانه عم نشوف فيلم اجنبي. يعني شو بيختلف بالصوره عند المشاهد لحتى نشوف هالصوره يلي انت حرصت انك تنقلها؟ هلا مع انه الصوره تبعنا يمكن من اضعف اشياء بالفيلم لانه ما استعملنا معدات كثير قويه. انما عاطيه اخراجيا مزبوط لانه اكيد في الاخراج بيفرق، في الكولرينج الجريدينج اللي انعمل والمونتاج. المونتاج على المونتاج يعني كل الجريدينج والكولرينج. ويعني نحن تميز فيلمنا، مش انا عم بقولها، لانه هنيك اخذنا ترشيح على بس سينماتوغرافي كمان باورلاندو. مع انه كان في فلومه مستعملين معدات كثير قويه بس لانه من وراء تنقيه البلانيت والقصه قد ايه كان لها يعني اهميه لحتى تحصلوا على الجائزه. القصه طبعا هي كانت الاساس، واكيد كيف ادتها مدام رندا هو اللي خليها توصل للناس، وهي كثير اثرت فيهم ومدام رندا اثرت كثير بالناس اللي حضروا برا. مع كم فريق تقريبا كنتوا عم تتنافسوا؟ يعني ذكرت بالاول بنقوا من 120 بلد، بس الفرق قد ايه بكون عددهم؟ هي المسابقه كلها بشارك فيها 5000 فريق. بيربح منهم 125 حسب المناطق بتصفيات المناطق، وبيرجع عالميا 125 بصراحه. يعني مش هينه ابدا. مش هينه. ولجنه التحكيم من بتكون؟ مؤلفه من مين؟ ناس من برا، يعني ما كان فيها حدا لبناني او عربي. كانوا كان في اثنين يعني كانت موضوعيه 100%. ايه لا يعني ما وصلت رشواتنا لهم الحمد لله. أنطوان ريمي حضرتك مثل ما ذكرنا حفيد الراحل أنطوان ريمي والراحل اللي هند قبلها، هل عصرته بأعمال أنت وصغير اشتغلتوا سوا بمسلسلات؟ أنا أول مرة خدت تجربة التمثيل كانت مع جدي بمسلسل حكاية أمل، هو آخر مسلسل عمله قبل ما يتوفى. وكان عمري 7 سنين وهيك طلعني معه واتفلسف على الكل هونيك. شو بتتذكر؟ أها بتتفلسف. كان يتذكر أنه يتفلسف. كنت يعني؟ أحفظ كثير ريكورات وتجي تنظر عليهم أنه لا كنت حتى إيديك الشمال يرجعوا يتأكدوا منهم ليشوفوا. بيطلع معك حق. كنت كثير دقيق بهول الأشياء. والواضح أنه بعد الدقة مكملة ومستمرة لليوم، لأن ب 48 ساعة مثل ما كنا عم نشوف بالفيلم، لو ما كان فيه هالقد كمان دقة بكل شيء عملتوه بتخيل ما كنتوا ربحتوا. حلم كان امتين بيتحقق؟ حلم كان هلا هيدا منه الحلم، هيدا نحن رايحين على سكرينينج بكان. الحلم كان هو انه نفوت بالكومبيتيشن على فيلم طويل كمان، هيدا هو الحلم. هو خطوة جديدة يعني خطوة جديدة. كان خطوة مشروع جديد. معقول تحققوها قريبا؟ يعني معقول لكم عم تشتغلوا على فيلم طويل؟ عم بشتغل على فيلم قصير كمان نقدر نقدمه على الكومبيتيشن، لانه هيدا كان صار له اكثر من سنه مصور ما فينا نصوته بالكومبيتيشن. سو عم بشتغل على فيلم قصير وعم بشتغل على فيلم طويل، وكنت كمان عم بشتغل على فيلم عن حياه هند قبل لما هيدا خالص. بس كل شيء هون بالنهايه بتعثر على الانتاج. يعني اي متى ممكن نشوفه؟ اذا بتقولي منتج بكره بتشوفه. ان شاء الله ان شاء الله بتتسهل. البطل مين يلي اخترته ونجسد شخصية هند قبل لما؟ صراحة ما اخترنا حدا، كان عندي اوبشن واضحة براسي، بفضل ما احكي يعني كثير بالموضوع لأنه ما يعني ما صار في حد يسمع للممثلة بجدة. قريت النص ومهتمة للموضوع بس كل شيء بوقته حلو. الوالدة معقولة تكون؟ الوالدة فيها شبه كثير من ستي، بس في مرحلتين بالفيلم اللي هي بدها تكون بعمر ال 18 سنة بالأول، لكن بدي حدا بعمر متوسط أكثر. ممكن نشوفها بالعمر متقدم شوي؟ معقول إذا أخذنا اختيار إنه نعمل ممثلتين لكل حقبة ممثلة معقول كثير. عم نجرب ناخذ منك تفاصيل. متحفظ جدا. دقيق ومتحفظ. لو الوالدة كنت قلت لكم ما رح تعتب علي. طيب أطوان احنا كمان شفناك بأدوار تمثيلية كثير درامية، هل ممكن نرجع نشوفك؟ لا بالدراما؟ ما بتصور. خلص سكرنا؟ ايه هيك بطلت، بحس انه بطلت ارتاح قدام الكاميرا، بفضل يكون وراها. يعني هلا وماني مرتاح. بدك تعمل كنترول. هلا مانك مرتاح. انه هيك بتلبك شوي. بتحس بدك تتحكم بالمشاهد اللي بدك تشوفها؟ بفضل ايه يعني. بحس عامله يطلع هلا على الريجي ويكون قاعد بفضل يكون عندي كنترول على كل شيء، على هيك انه كيف عم تطلع الصوره، كيف عم بيشتغلوا كل الناس. مش هيك بفضل مثلا فيكسون على الدوكيومنتري.
بفضل يكون كل شيء جاهز براسي، كل شيء ردي. أكثر من قصص تكون منك متحكم فيها 100%. نحن نتمنى لك كل التوفيق. انبسطنا بوجودك اليوم معنا أنطوان ريمي، على أمل لقائنا الجاي يكون من بعد ما تكون راجع من كان. كل التوفيق لك، إن شاء الله تحقق حلمك الكبير. وإذا البداية هيك أكيد المستقبل بعد رح يكون أجمل بكتير. يا أهلا وسهلا فيك. Thank you.